دكتور عماد، التوابل اللي كتطلع الضغط الدموي اللي كترفع من طونسيون؟ نعم، فالتوابل اللي كترفع الضغط الدموي هي التوابل اللي كناخذوها وكنحسوا بها كتطلع الحراره، يعني ملي كناخذوها كنحسوا براسنا السخونيه او العرقه كتجينا. شنو هي اذا وشنو بالتالي التوابل غير منصوح بها الناس اللي عندهم دابا الطونسيون؟ فالا هضرنا مثلا على راس الحانوت، راس الحانوت الناس اللي عندهم الضغط الدموي ما كيستعملوش، ما ياكلوش، ما ياكلوش نهائيا، يعني المرزيه ما خصهمش ياكلوها، يحيدوا منها راس الحانوت، ويعني تصايب بطريقه اخرى، او مثلا نقدروا مثلا الى بغات تدير المروزين غير باش تبقى ديك النكهه، يقدروا يديروا مثلا واحد 4 معالق ديال القاقله. يديروا 4 معالق ديال الباديانه. البزار الابيض يخليوها معلقه صغيره ماشي مشكل. اذا ويخلطوا هذه المواد هذه كامله، فهذو هما المواد اللي يمكن لهم يستعملوا فقط باش ما كيطلعولهمش الطونسيون. خارج الموضوع، عافاك انا شعري تساقط بزاف، كيطيح لي على طونسيون، وعافاك بغيت شي وصفه. والسؤال الثالث، عافاك بالنسبه للشعر اللي تيكون في الجسم، عافاك بغيت شي وصفه اللي كيتشابه بحال بشكل ديال الديكاباج غير هي تكون طبيعيه. تساقط الشعر، واش هاد الاعشاب اللي كنتكلموا عليها ممكن تستعمل في وصفات لتساقط الشعر؟ بالفعل اكيد. نعطيو وصفه. نعم بالفعل، نقدروا ناخذوا راس الحانوت في حد ذاته، بديك الخلطه ديالو، ديك الخلطه ديالو، لان كلها فيها مواد مفيده. اذا راس الحانوت كناخذوا منه معلقه صغيره، كنزيدوا عليها 5 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، كندفيوها في حمام مريم باش كنخليو ديك المواد تطلق مزيان، كنخليوها يومين، وهذاك الزيت كندهنوا به الجلده ديال شعرنا، وشعرنا نخليوه مده ديال ساعه ونغسلوه. شحال ديال الوقت؟ نديرو 2 المرات في الاسبوع، نداوموا عليه مده ديال 3 شهور، فكيعطي فائده هائله للشعر. واش السيدات اللي عندهم مشاكل الام الراس والشقيقه يقدروا يديروا هذا الماسك؟ بالفعل ما عندوش ما كاينش مشكل، ما كاينش مشكل، لان حتى الدوزاج ما عندوش تاثير. واش البنيات اللي عندهم قل من 6 سنين يقدروا يديروا هذا الماسك؟ قل من 6 سنين نهائيا ما يستعملوش. واش السيدات اللي عندهم الشيب ممكن يديروا هذا الماسك؟ يديروه بالفعل، ماشي مشكل. كنحيوك كثير دكتور عماد. اختي عندي واحد السؤال، شهيتوني بزاف بالمروزيه بعد، وانا عمرني ما كناكلش اللحم بعدا. ايوا ان شاء الله، ان شاء الله هذا العام تاكلي. عطوني شنو ناكل ياك. بغيتي المروزيه بالحوت؟ ايه والله. ايوا شوف، هو الاذواق تختلف، الاذواق كتختلف اختي، الاذواق كتختلف. واش ما كتاكليش اللحم حيت منوع عليك نجات؟ مع جي ان بو كوليسترول تخي غليسيري شويه شويه طلع، ولكن كان ايفيتي انايا اللحم. قال الدكتور ما تاكليش اللحم. واخا نجات. نعم، وحنا فاهمين هذا الشيء، والله يعاونك، والله يعطيك القوة العزيمة. أنا كنوعدك الأسبوع المقبل نشوفه مع الدكتور، مع الشيف أيضا، الشيف هادي، مثلا هذه الخلطة المروزية وهذه الطريقة اللي عطانا، واش ممكن نوجدوا بها شي أكلة مختلفة؟ وراه أكيد دابا الشيف راه مشى، ولكن راه في الإنصات. بغيت نسولك، واش ممكن تاكلي مثلا اللحم البيضاء؟ اللي كناكل، ولكن بغيت هذا العام نشوف شي حاجه واخا نديرها. سؤال واضح ومهم، وهذه الوقيته ديالو. دكتور عماد، نعم، واش كاين في الاعشاب او في الخضر شي حاجه اللي الناس اللي عندهم الكوليسترول واخا يديروا واحد الزله مره، ماشي ما نقول لهم جاي ياكلوا اللحم يوميا، الا كلوه مره دابا في المناسبه ديال العيد الكبير، واش كاين شي عشبه اللي كتقاد الكوليسترول في الدم؟ نعم، فانا غادي نقول الوراق ديال الهنديه، اذا ماشي الوراق، ماشي الدرقة، وماشي الفاكهه الهنديه، كاينين النواره، يعني داك الورد ديال الهنديه راه كيتباع عند المعشبات. فهذوك الوراق ديال الهنديه اش كنديرهم؟ كناخذوا منهم معلقه كبيره وكنطبخوها في طرو ديال الماء. اذا معلقه كبيره ديال الورق ديال الهنديه وكنطبخوهم في طرو ديال الماء، ومن بعد هذاك الماء اللي طبخناه كناخذوه نص ساعه بعد الاكل، ولكن هذا لا يمنع ان حتى ديك الحمه اللي بغينا نصيبوا بها المروزيه نحاولوا نقصوا منها شويه ديال الدهون، ونستعملوا حتى في الطبخ نستعملوا الزيت الخاصه بالناس اللي كيكونوا كيديروا الحمية او الخاصه بالناس ديال الكوليسترول. نعم صافي، ونهار ولا يومين ما داو ما جابوا، ماشي مشكل، غمضوا عينينا، والدكتور عماد عطاكم الحل في هذه المشكلات. صافي نجات. وي اختي، وهاد الكامون والنافع والزعتر والباديان، نعم، يمكن لي نديرها؟ ماشي مشكل اختي، لان التريغليسيريد والكوليسترول ما عنده حتى شي علاقه بالاعشاب، خاصه الاعشاب اللي ذكرنا، فهمتي؟ عنده علاقه بالشحمه، عنده علاقه بالدسم، عنده بالعلاقه بالبروتينات، بالبروتينات، بالمواد
يعني اللي كيكونوا دهنيه، يعني اللي كيكون خاصه هاد المواد كيكونوا ذات يعني كيكونوا طبيعه حيوانيه بحال البيض وبحال الفل. اللحم نعم. نعم وشوف نقول لك مبروك عيدك مسبقا ونتمنوا لك الصحه والسلامه. نعم. واش كاين في الاعشاب او في الخضر شي حاجه اللي الناس اللي عندهم الكوليسترول واخا يديروا واحد الزله مره، ماشي ما نقول لهم جاي ياكلوا اللحم يوميا، الا كلوه مره دابا في المناسبه العيد الكبير، واش كاين شي عشبه اللي كتقاد الكوليسترول في الدم؟ نعم، فانا غادي نقول الوراق ديال الهنديه، اذا ماشي الوراق، ماشي الدرقة وماشي الفاكهه الهنديه، كاينين النواره، يعني داك الورد ديال الهنديه راه كيتباع عند المعشبات. فهذوك الوراق ديال الهنديه اش كنديرهم؟ كناخذوا منهم معلقه كبيره وكنطبخوها في طرو ديال الماء. اذا معلقه كبيره ديال الورق الهنديه وكنطبخوهم في طرو ديال الماء، ومن بعد هذاك الماء اللي طبخناه كناخذوه نص ساعه بعد الاكل، ولكن هذا لا يمنع ان حتى ديك الحمتين اللي بغينا نصيبوا بها المروزيه نحاولوا نقصوا منها شويه ديال الدهون، ونستعملوا حتى في الطبخ نستعملوا الزيت الخاصة بالناس اللي كيكونوا كيديروا الحمية أو الخاصة بالناس ديال الكوليسترول. نعم. صافي، ونهار ولا يومين ما داو ما جابوا، ماشي مشكل، غمضوا عينينا والدكتور عماد عطاكم الحل في هذه المشكلات. صافي نجات. وي اختي، وهذه الكامون والنافع والزعتر والبقوباديان. نعم. يمكن لي نديرها؟ ماشي مشكل اختي، لأن التريكليسيريد أو الكوليسترول ما عنده حتى شي علاقة بالأعشاب، خاصة الأعشاب اللي ذكرنا، فهمتي؟ عنده علاقة بالشحمة، عنده علاقة بالسم، عنده بالعلاقة بالبروتينات، بالمواد يعني اللي كيكونوا دهنية، يعني اللي كيكونوا خاصة هاد المواد كيكونوا ذات يعني كيكونوا طبيعة حيوانية بحال البيض وبحال اللحم. نعم. نعم. وشوف نقول لك مبروك عيدك مسبقا ونتمنوا لك الصحة والسلامة.